لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال ابن كثير رحمه الله، قال يحيى ابن أبي عمرو السيباني: وجد سليمان خاتمه في عسقلان، فمشى في خرقة إلى بيت المقدس تواضعا لله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. خرقة يعني هدوم مقطعة. وضع الخرقة دي عند الصوفية لها أصل كبير في كل الطرق، لابد أن يلبسه الخرقة علامة على أنه صار تابعا له في الطريقة. الله أعلم هل هذا الكلام من هذا أم غيره. قال: وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام خبرا عجيبا، أنه لما فرغ من حديث إيرم ذات العماد، عن كعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إيرم ذات العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق، أخبرني عن كرسي سليمان بن داود وما كان عليه ومن أي شيء هو. فقال له: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة، مفصصا بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقد جعل له درجة منها مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد. ثم أمر بالكرسي فحف من جانبيه بالنخل، نخل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وجعل على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب. ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسور من ذهب مقابلة الطواويس. وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرة صنوبر من ذهب، وعن يسارها أسدان من ذهب، أسدان من ذهب، وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد. وجعل من جانبي الكرسي شجرة كرم من ذهب، وقد أظلت الكرسي. وجعل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكا وعنبرا. فإذا أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة، ثم يقفان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان عليه السلام. ثم يوضع منبران من ذهب، واحد لخليفته والآخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه 70 منبرا من ذهب، يقعد عليها 70 قاضيا من بني إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم، والطول ومن خلف تلك المنابر كلها 35 منبرا من ذهب ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى، فاستدار الكرسي كله بما فيه وما عليه، ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة
وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور عظيم تاج سليمان فوضعه على رأسه، فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة. فقال معاوية رضي الله عنه: وما الذي كان يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه، وهو عظيم مما عمله صخر الجني. حست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس التي في أسفل الكرسي درن إلى أعلاه، فإذا وقفنا كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه السلام وهو جالس، ثم انضحن جميعا ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان عليه السلام، ثم تتناول حمامة من ذهب وقفة على عمود من جوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرأها سليمان على الناس. والله لا أدري لماذا ذكر ابن كثير مثل هذا، ليست عادته على الإطلاق، وذكر تمام الخبر وليس في ثاني، وهو غريب جدا. هاقطا كعب الأحبار، أين التوراة من هذا الكلام كله؟ لما نقارن بين سيرة سليمان بهذه الطريقة وبين سيرته في القرآن العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وإرهاب الكفار حتى يعني وبهرهم حتى يدخلوا في الإسلام، هذا الذي فعله لم يستعمل ذلك إلا لكي زي إنه صرح ممرض من قوارير، إنما استعمله ليدعو يعني أو يعني يرهب بلقيس حتى تدخل في الإسلام طواعية. وقد يعني فيه غرابات كثيرة من ضمنها ذكر هذه التماثيل التي من ذهب، والظاهر والله أعلم أن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل إنها تماثيل غير ذوات الأرواح. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال بعضهم: معناه لا ينبغي لأحد من بعدي، أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي، كما كان من قضية الجسد أو قصة الجسد الذي ألقي على الكرسي، لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله، هذا الصح، ليس أنه لا يسلب منه، بل لا يصلح أن يكون للناس من بعده. وهذا هو ظاهر السياق من الآية، وبه وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: روح، فرده الله خاسئا. وكذا رواه مسلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة. قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ووسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي
فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر 3 مرات، ثم أردت أن أخذه، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. وروى الإمام أحمد عن أبي عبيد حاجب سليمان بن عبد الملك قال: رأيت عطاء ابن يزيد الليثي قائما يصلي، فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والإزدريها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وروى أبو داود حديث صحيح حديث حسن. وروى أبو داود منه: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وروى الإمام أحمد عن عبد الله الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط، وهو مخاصر فتى من قريش، مخاصر يعني وضع يده حول خصره، يزن بشرب الخمر، يتهم بشرب الخمر. فقلت: بلغني عنك حديث أنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله عز وجل له توبة 40 صباحا، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق، فقال عبد الله بن عمرو: إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يتقبل الله له، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة كان حق، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال في جهنم، من ردغة الخبال يوم القيامة. حديث صحيح. من ردغة الخبال. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فكذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. كلها في أحاديث في فضل سليمان وبيت المقدس. ونقول هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.